اول نوع عندنا من التعذيب وهو كسر عجله. يعني ايه؟ بيجيبوا عجله خشبيه ضخمه بيتم ربط الشخص المعاقب عليها ويبداوا ضربه بآله حاده ويضعوا النار تحتيه بحيث يتم حرق الشخص المعذب. متخيلين حضراتكم الموضوع؟ يعني بيجيبوا عجله وبيربطوا شخص عليها وبيحطوا نار تحتيه زي ما يكون بيسخنوا اي شاه عشان تاكلها، وبيبدا الجلاد بيدور العجله ديت، وبعض الاحيان بيضربوه الشخص بآله خشبيه تقيله. كمان بيعملوا حاجة تانية عشان يزودوا التعذيب دوت، بيفكوه ويربطوه ويسبوه بحيث ان هو ما يموتش، لكن في معظم المواقف بيموت بالتدريج، بيموت لان هذا الاسلوب من التعذيب بيسبب الالم والارهاق والعدوى وبيؤدي الى الموت. تاني نوع عندنا من التعذيب وهو بيسمى بالدغدغة الأزبية، وهو عبارة عن أداة حادة بتشبه المخالب التي كان الجلاد يحملها فيه، ويبدأ فيه تمزيق الشخص المعذب عن طريق الضغط على جسمه. وكمان الجلاد بيعذب الشخص واحدة واحدة بالتدريج حتى يزيد من ألامه أكتر وأكتر. وبعد العذاب ده كله إذا عاش الشخص بعد هذا العذاب يجعل الفيران تهجم عليه وهو مصاب بجروح عميقة حتى يفارق الحياة. ده كده تاني نوع من التعذيب. الطبيعي إن زمان نبات الخيرزان ده بيكون ليه سنون وبينمو بسرعة بيخلوا الناس ممكن تمشي عليه، لا هما بيعملوا حاجة أبشع من كده، وهي ان هما بيخلوا النبات ده بيخترق جسم الانسان. النبات دوت بينمو بسرعة رهيبة جدا، ممكن ينمو في خلال 24 ساعة، ولو الانسان ما ماتش بيبدأوا يولعوا فيه النبات الخيرزان ده حتى يحترق جسد الشخص. تعذيب الغرفة البيضاء، انت لا تتخيل ان الالوان ممكن ان يعذب بها انسان، والنوع ده من التعذيب هينتم عمل فيديو خاص بيه لانه ابشع انواع التعذيب اللي انت ممكن تتخيلها. ان شاء الله هنعمل فيديو خاص بيه. التعذيب بالماء الصيني، دي طريقة تعذيب غريبة لكنها لا تقل بشاعة عن غيرها من اساليب التعذيب. بيجيبوا الشخص المعذب وبيتم ربطه في احد الاعمدة وبيبدأوا يصبوا عليه قطرات من الماء على رأسه ببطء. الطريقة دي بتؤدي بالشخص الى الجنون والخوف والهلع من الاماكن المغلقة. البعض قد يقول ان الطريقة دي لا تؤذي، وده خلى احد الاشخاص قام بالتجربة وادى ذلك اصيب بنوبة من الهلع برغم انه استمر عدة ساعات فقط. وده بيثبت ان التعذيب بالماء الصيني له تأثير. كيل هولينغ، ده نوع من انواع التعذيب استخدمه القراصنة فقط في حالة ان شخص اغضب القرصان او طاقم السفينة، بيتم ربطه بحبل وبيرموه في الشعب المرجانية واسماك المحيط كل دوت، وبيتم سحبه بالحبل الى ان يفارق الحياة. متخيلين حضرتك اللي بيجيبوا شخص بيربطوه في حبل وبيحذفوه عند الشعب المرجانية، الشعب المرجانية ديت ممكن تحطم سفن اصلا. متخيل حضرتك القوة البشعة؟ ده نوع من انواع التعذيب. هنيجي دلوقتي لنوع من انواع التعذيب اكثر شراسة وهو الذبح على قيد الحياة. هو بيعتبر من اشد انواع التعذيب. بيجيبوا الشخص المعذب وبيبدأوا يفصلوا الجلد عن الجسم او العضلات. متخيلين حضراتكم؟ يعني بيجيبوا الشخص ويبدأوا يجيبوا سكينة ويبدأوا يفصلوا الجلد عن الجسم، شيء بشع، حتى يفقد الإنسان جزء كبير من الدم. ولو ما ماتش، إن لم يمت بيقيدوه بالسلاسل وبيسبوه في الشارع حتى تنال منه الطيور وعوامل الجو، ويرموه الناس بالحجارة إلى أن يفارق الحياة. ده نوع بشع من أنواع التعذيب والإنسانية، مفهوش أصلا أي شيء يدل على أي إنسانية. القصف أو السيكافيزم، السيكافيزم هو من أقدم أساليب التعذيب. يتم تجريد الشخص من ملابسه وربطه في قارب صغير، ويتم إطعام الشخص بكثير من الحليب وملء بالعسل، يعني بيغرقوا جسمه كله بالحليب والعسل، وبيتركوه الشخص في مستنقع حتى يتم جذب رائحة الإنسان الحشرات والذباب العسل، وبتبدأ باقي الحشرات زي الديدان تتغذى على جسد الإنسان وهو على قيد الحياة. يعني بصراحة أبشع أنواع التعذيب. نسر الدم هي طريقة بشعة في التعذيب ابتكرها الفايكنج، عبارة عن طقوس بيقوموا بيها لتقديم الشخص للآلهة. طريقة وحشية قام بها شخص يدعى نور تيمان. أسوأ المجرمين بيتم تعذيب الشخص بقطع الجزء الخلفي من جسده بفأس لتكسير الأضلع إلى جزئين. يعني حضراتكم متخيلين؟ يعني بيجيبوا فاس وبيبدأوا يكسروا بيه ضلوع الشخص اللي قدامهم حتى يقسموه نصين، وبيتركوا القفص الصدري المتصل بالمريء، مش طبعا شفقة منهم، لا ده حتى يتمكن الشخص من التنفس ولا يموت عشان يحس بالتعذيب أكتر وأكتر.
لكن إلى أن يموت الشخص بفقدان الدم الكثير. بيموت الشخص لأنه بيفقد الدم الكثير، طريقة بشعة من التعذيب في كل دول العالم مع الأسف. الحمد لله على نعمة الإسلام. المشروب السويدي، ممكن نقول إن ده نوع من أنواع التعذيب البشع أكثر من السابق. هو عبارة عن كوكتيل سام مصنوع من النفايات، بيجبروا الإنسان إنه يشربه حتى يصاب بآلام شديدة في المعدة، لأنه في الحالة دي بيكون مسموم. وما بيكتفوش بكده، لا، بيبدأوا يربطوه في حبل ويبدأوا ينزلوه على شط المية والسفينة ماشية حتى تتغذى عليه كل الأسماك وهو على قيد الحياة ومصاب بآلام شديدة في المعدة. كانوا بيستخدموا الموضوع دوت السويد مع الجنود الألمان في القرن ال17، الجنود الأسرى. المفروض ان احنا كدين اسلامي ان يبقى معاملة الاسير ديت معاملة حسنة، لكن الغرب بيتعامل مع الاسرى بطريقة بشعة. ده نوع من انواع التعذيب، اسمه المشروب السويدي ومعروف في اوروبا كلها بهذا الاسم. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو مع ابشع انواع التعذيب، وعرفنا طرق كتيرة للتعذيب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك. كان معكم علي محمد في لايت لايف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.